السلام عليكم، حياكم الله، يا اهلا وسهلا. والله اليوم بس ما انتم تعرفون احنا الحين ان شاء الله اليوم 28 رمضان 1442، فخلاص يعني الحر بدا يشتغل. خلونا مره اعطيك اياه، اعطيكم التاريخ بالهجري مو دايم بالميلادي. الله يسعدكم. فالان الحر خلاص يعني دخلنا على الحر اللي فيه شويه تعب وارهاق واجهاد للنباتات، لذلك الفترة القادمة كلها احنا نستخدم طريقتين للتبريد. الطريقة الاولى اللي هو الشاش الزراعي، هذا خلاص احنا فرضناه من الاسبوع اللي فات والعمالة اقل. اوريكم اياها كيف تجي، اشق لكم شوي. هذا هو، هذا الشاش الزراعي. طبعا هذاك زي ما انتم شايفين، هذاك سقف البيت البلاستيك، بيت المحمي، وهذه الشاش الزراعي يجي يتركب فوق حامل المحصول مباشرة. الشاش الزراعي يعطينا حجب لأشعة الشمس الحارقة، بمعنى أنه القمة النامية عند النباتات ما تكون مجهدة ومرهقة من الحرارة، خصوصا الخيار ما يتحمل الضغط العالي من الحر، ويحتاج تكييف عالي أيضا. لذلك هذه طريقة من طرق تخفيف حرارة الشمس، شمس الصيف. احنا احيانا نضطر الا انه نعمل على الجنب هذا اللي هو الجنب الغربي الشمالي، اللي هو يتركز بالجهه اللي هي نسميها الجهه الحارقه بالنسبه للشمس، اللي من بعد الساعه 1:30 الظهر لغايه 4:30 5 كذا. فالجهه هذه كلها نبدا فيها من بدايه البيت لغايه النهايه نستخدم معها. طبعا احنا ندور الارخص، ما حنجيب جير ولا اشياء زي كذا ولا جبس، ولا احنا نستخدم طين، ناخذ طين من بعض المناطق عندنا طينيه، ناخذ طين وننقعه بالمويه ونطرطشه على البيت من برا، فيعطينا عزل شوي، يعني عزل مقبول جدا بالنسبه لاشعه الشمس. بس الجهه اللي تطرطش هذه وتتغطى بالطين مش كل البيت، لا، الى ما قبل منتصف القوس. الحمد لله طفت المراوح، والله صدع راسي، لكن تستاهلون كل خير. المهم الطرطشة تكون إلى منتصف القوس، ما تشوفون القوس يمكن في عندي الشاش، من المنطقة هذه منتصف الأقواس للجهة اللي هي غربية للشمالية، هذه الجهة اللي لازم تطرطش بالطين بحيث أنه نخفف نفادية الشمس العالية الحارقة على النباتات. والحمد لله يعني وضع النبات الآن سليم، وطبعا هذا جديد، وهذا يمكن عمره القطف اقل من شهر او 25 يوم تقريبا، وهو جاي بالطريقه هذه الحمد لله لسه، وحيعطينا ان شاء الله يعني شهرين ثلاثه اربعه قدام، يعني كله طبعا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، احنا مجرد نفعل الاسباب. الله يسعد الجميع ان شاء الله. فهذه هي طريقه، حبيت بس اتكلم لكم عن طريقه الشاش والطرطشه. الطرطشه بعدين عاد اوريكم، اسوي لكم فيديو خاص لها ان شاء الله. والله يسعدكم، مع السلامه.